إطلاق أيضا معرض دبي العالمي للقوارب 2013 الذي أتى بمشاركة أكثر عن 750 شركة وعلامة تجارية من 49 دولة. وأيضا كرم هذا المعرض بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأثبت الجميع باهتمامه المباشر بالسياحة البحرية من قبل إطلاق لهذا المعرض الذي اهتم بشكل مباشر للقوارب واليخوت، وأكثر محبي البحر ومرتادي البحر تواجدوا في هذا المعرض عبروا عن حبهم ومشاركتهم في هذا المعرض المختص في اليخوت والسياحة البحرية التي أطلقتها أيضا مدينة دبي. تفاصيل أوفى عن هذا المعرض مع زميلنا اللي كان متواجد في هذا المعرض زميلنا النشيط محمد عبيد، نتابع هذا التقرير وبعد نتواصل إياكم. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معرض دبي للقوارب البحرية في دورته 21 الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع نادي دبي للرياضات البحرية بالفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري. وقد تجول سموه على شاطئ المارينا في النادي السياحي بدبي حيث تعرض أحدث القوارب واليخوت الخاصة بالرحلات والسياحة البحرية، واطلع سموه على أحدث القوارب التي تمثل جودة الصناعة الوطنية وصناعات أجنبية من أكثر من 49 دولة عربية وأجنبية. حضور السنوي لمعرض دبي العالمي لليخوت يؤكد حرص سموه على دعم المشاريع سواء الاقتصادية أو السياحية، وطبعا مشروع المعرض هذا اللي تحول من مشروع صغير إلى مشروع عالمي الآن بفضل دعم سموه وحرصه على تواجد في هذا المعرض، وهذا بالتالي ما يؤكد بأن القيادة دائما متواجدة في كل المحافل التي تنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي خاصة. يحتوي المعرض على كل احتياجات العامة، الواحد اللي يبغي مثلا كصيد سمك معدات صغيرة قوارب صغيرة يبغي يختبر كل شيء، فالمعرض محتوي على كل الأشياء هذه. والمعرض اليوم أصبح من المعارض الكبيرة على مستوى الشرق الأوسط، يمكن يكون الأول على مستوى الشرق الأوسط ولا يقل عن الخمسة الكبار في أوروبا يعني، وهذا بالنسبة لنا نحن شيء جميل جدا أن يكون هذا المعرض كبير جدا ويتوسع سنويا في نوعيته وليس فقط في حجمه. هذا وتشارك في المعرض هذا العام أكثر من 780 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية مرموقة، ويستضيف الحدث 430 قاربا ويختا، وتتخطى قيمة المعروضات حاجز المليار درهم. طبعا بالنسبة لنا في غلف كرافت هذا أهم معرض اللي نعرض فيه منتجاتنا سواء اللي ننتجها حاليا أو منتجات الجديدة أو حتى مشاريعنا المستقبلية اللي نعلن عنها. وهذه السنة نحن نشارك بيخوت كبيرة، يعني عندنا 135 وعندنا 125 قدم وعندنا 105 وكلها تعرض لأول مرة وجديدة لم تسلم لأصحابها بعد، يعني من التصنيع مباشرة إلى المعرض. الحدث واصل على امتداد دوراته المتعاقبة توطيد مكانته الإقليمية الريادية، واستمر في توجيه دفة قطاع الملاحة الترفيهية في أرجاء المنطقة بالإضافة إلى استقطاب استثمارات ضخمة وإيجاد فرص أعمال مجزية لجميع العارضين المشاركين من مختلف دول العالم. طبعا بداية المشاركة سلطة دبي الملاحية في هذا المعرض معرض القوارب هي مشاركة للتعريف بالسلامة البحرية، وطبعا هدف السلطة الرئيسي هو تعزيز مكان الإمارة وجعلها مركز للقطاعات البحرية كدور. أعتقد السلامة البحرية مهمة جدا، الحمد لله يعني المجلس التنفيذي لإمارة دبي أقر سياسة السلامة البحرية، فنحن أكيد تواجدنا في هذا المعرض للتوعية للسلامة البحرية بشكل عام في إمارة دبي وتنظيم الأنشطة البحرية بشكل عام. يذكر أن معرض دبي العالمي للقوارب 2013 يستمر حتى يوم السبت 9 مارس الجاري، ويستقبل المعرض رجال الأعمال والمختصين والمهتمين من الجمهور يوميا
من الساعة 3:00 عصرا إلى الساعة 9:30 مساء.